للمزيد من المتابعة والتفاصيل والتعليق ينضم إلينا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. دكتور عبد المنعم، تحياتي لحضرتك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني تحديدا الصومال، أهمية علاقة الأزهر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الأزهر علاقته مع كل العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي، نعم، علاقة طيبة مستمرة، لكن العالم الإسلامي في بؤرة اهتمام الأزهر ويأخذ أهمية قصوى من اهتمامات مولانا فضيلة الإمام الأكبر رضاه الله. ولنا يعني الصومال لها أعداد كبيرة من الطلاب عندنا، يرعاهم الأزهر الشريف في المدينة الجامعية وفي جامعة الأزهر وفي الأروقة العلمية. فالصومال مبدأ اهتمام كبير لدى الأزهر الشريف، بل وكل الدول الأفريقية. يعني عندنا الآن ما يقرب من 40,000 طالب وافد من شتى أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي، بما فيهم حوالي 17,000 من الدول الأفريقية فقط، على ما يعني على ما أعتقد. نعم. فالأفارقة عندنا عدد كبير وبيهتموا، والأزهر بيعطيهم المنح التي المتاحة وبيهتم بهم اهتمام خاص. نعم. لأنه دول بيبقوا رسل الأزهر الشريف. صحيح. إلى العالم الإسلامي. نعم. صحيح. إذن يعني حتى مع خصوصية العلاقة بالصومال، لكن يبدو من حديث حضرتك أنه هذا اللقاء بيعبر عن أهمية الأزهر المحورية بالنسبة للعالم الإسلامي والتي ينبغي تأكيدها الآن. نعم، هذه حقيقة. الأزهر الآن هو الذي يقدم الدين الإسلامي بصورته الطيبة السمحة. نعم. التي كان البعض يتجاهلها، لكن الأزهر الشريف بيقوم بقدر استطاعته بتوضيح هذه الرسالة وبيعلم أبناء العالم الإسلامي سماحة الإسلام، وبيذهبوا إلى بلادهم يبشرون بالإسلام الدين الصحيح. ولذلك لا تجد يعني أحد إلا ويعشق الأزهر. حتى أن هناك بعض الدول الأفريقية وفيها الأب أزهري والجد أزهري والحفيد أزهري، سبحان الله. وحينما تسألهم ماذا تريدون من الحياة يقول لك نريد أن نلتحق بالأزهر الشريف. فالأزهر منارة الإسلام ومنارة مصر، ولذلك الجميع يعشق مصر عشقا للأزهر الشريف. نعم. لكن كلام حضرتك برضه يا دكتور عبد المنعم اسمح لي بيؤكد أهمية الأزهر خاصة في المرحلة الراهنة، في يعني إن صح التعبير في توضيح صورة الإسلام الحقيقية، في الرد على الدعاوى الكاذبة التي تتهم الإسلام أو تنتقده، وربما تزيد أهمية الأزهر الآن عن أي قرن مضى. نعم. بعض الصحف الغربية الفرنسية بالذات. نعم. حينما ذهب مولانا فضيلة الإمام الأكبر، نعم، إلى أوروبا وبين وجه الإسلام الصحيح ورد على الأسئلة التي كانت تطرح وكان يتهم فيها الإسلام، قالت الصحيفة إن شيخ الأزهر الآن هو المتحدث الرسمي بالفعل باسم الإسلام. نعم. لأنه يقدم الصورة الصحيحة لهذا الدين الحنيف. الدين الإسلامي كان يتهم بالتطرف ويتهم بالإرهاب، ونتهم بأننا نحن من سفاك الدماء. تعال الآن لترى من الذي يسفك الدماء، من الذي يقتل الأطفال، من الذي يقيم المجازر؟ هل الأزهر الشريف؟ هل العالم الإسلامي؟ صحيح. أبدا على الإطلاق. نعم. هؤلاء الذين كانوا يتهمون الإسلام، سبحان الله، هم الذين تلوث أيديهم الآن. صحيح. ويعلمون في الغرب أن الإسلام دين السماحة ودين المحبة، وتعامله مع الأسارى تعامل طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالأسارى خيرا. تعالى لترى الفرق الشاسع بين منهج الإسلام وسماحة الإسلام وبين ما يدعيه الآخرون.
فرق فرق يعني بين السماء والأرض، فرق بين مياه زمزم ومياه المستنقعات. حقيقة يعني الإسلام لا يدعو إلا إلى السلم والسلام والأمن والأمان، وهذا ما نرجوه ليس للمسلمين فقط بل للعالم الإسلامي كله والعالم غير الإسلامي. صحيح. ولعلك رأيت وثيقة الأخوة الإنسانية لأول مرة في التاريخ نرى أن البابا، بابا الكنيسة الغربية وشيخ الأزهر يجتمعان تحت قبة واحدة وتحت سقف واحد ويوقعان على الملأ هذه الوثيقة التي تدعو إلى السلم والسلام، وتدرس الآن في جامعة الأزهر، بل تدرس هذه الوثيقة بمبادئها الطيبة في الأغلبية في العالم الإسلامي. صحيح، باعتبرها بالتأكيد أحد وسائل الحفاظ على الاستقرار في عالم اليوم الذي تتهدده للأسف بعض المخاطر المرتبطة بالعقائد والأفكار المتطرفة. على أي حال بشكرك شكر جزيل الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك.